فلنخف من مجيء ابن الله ولنسرع جميعا إلى التوبة برعب عظيم. نفس الفكرة بس بطريقة رهبانية ناشفة شوية. يعني كل ما تفتكر المسيح جاي على السحاب بجد وهتشوفه بعينيك، وساعتها هيفرق واحد عن واحد، يجوز اللي جنبك تلاقيه نور كده وطار، هتقعد تتفرج انت بقى، هتبقى شغلانه ساعتها مفيش تراجع، ولا انت كمان هتلاقي نفسك نورت وطرت معاه. فلما تفتكر مجيء المسيح تخاف من اليوم، تعمل له حساب، والحساب بتاعه ببساطه التوبه. ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. والتوبة دي بقى على كل صغيرة وكبيرة. ناخد كلمة تاني للقديس يوحنا الدرجة. هناك جراحات مزمنة لا يمكن شفاؤها، لكن كل شيء مستطاع عند الله. فالشياطين توسوس لنا بأن الله قبل السقطة هو محب للبشر، وبعد السقطة فإنه قاس وصارم. فهمتوا الشيطان يعمل ايه؟ قبل ما تقع يجي في ودانك يقول لك يا سيدي رحمته وسعت، كل الناس بتعمل كذا، يا ما سامحنا. قال ايه الشيطان يجي وعظك وعظة عن رحمة ربنا؟ صدقوني ممكن يجي في ودانك قبل الغلطة يقول لك اللص اليمين، السامرية، المرأة الخاطية، يا سلام حافظ او بس قبل الغلط ليه؟ عشان تقول ما كل دول مقبولين، لما اغلط هيقبلني. فاهمين ازاي؟ وبعدين بقى اول ما تغلط حنانيا وسفيرة هتروح فين مرة؟ يحط لك يهوذا، انت زيك زي يهوذا دلوقتي، يحط لك الامثله الغامقه اللي تخليك ايه؟ تيأس. هو الشيطان كده. طبعا انت لما يقول لك السامريه تقول له حنانيا وسفير، يعني انت تفكر نفسك لا انا خايف كمان، مش هستهين بلطف الله وامهاله، لا ما تضحكش عليا. كل شيء مستطاع عند الله، يعني حتى الجروح الشديده، يعني الاخطاء الكبيره، ده مش معناه ان ملهاش علاج. مهما أخطأت وحتى لو قعدت في الخطايا سنين طويلة قوي، ربنا رحمته واسعة قوي. وأكتر حاجة تفرح الكنيسة فعلا، صدقوني احنا كآباء اعتراف، مفيش حد يفرحنا زي واحد تايب بعد سنين طويلة ملخبطة خالص. الفرح بيه أكتر من أي واحد بيتوب عادي كده، يعني من اللي بيجوا كل شهر دول. واخدين بالكم؟ مفيش حاجة تفرح الكاهن. ساعات الواحد ايه، اولا تلات ارباع اللي داخلين يحكوا مشاكل، يا ريت بيقولوا خطايا حتى توبه، التوبه تفرح، انما المشاكل ما تفرحش. تفرح ليه؟ انما يبقى الواحد بقى له مثلا قاعد من 5 لغايه 11 بالليل يسمع ايه؟ مشاكل مشاكل مشاكل. الرب يجي لنا كتاب، يجي واحد بس عليه القيمه كده يدخل في دقيقتين يطلعنا السما. لما يقول لك بس انا طول حياتي بعيد عن ربنا هبتدي من النهارده، يا سلام كده يعني معانا للصبح بقى، نبتدي تاني. فهي فعلا كده التوبة مفرحة صحيح، انما الواحد ما يقاش من الجراحات المزمنة. يعني جرح مزمن يعني غلط بقاله 20-30 سنة ملخبط، خطايا تقيلة قوي، لخبطة كبيرة يعني، وماله، كل حاجة عند ربنا ليها حل. لا شيء يساوي رأفات الله او يضاهيها، لذلك فالذي ييأس من نفسه يقتلها. يعني مفيش حاجة في الدنيا زي رأفة ربنا ورحمته، مفيش حاجة أحلى من كده. وبالتالي اللي بييأس ده بيضيع على نفسه أغلى حاجة، أغلى حاجة هي رأفة ربنا ورحمته. طب أنت تيأس ليه بدل في رحمة واسعة كده؟ مهما عملت ربنا بيرحمك. أنبا أنطونيوس يقول إيه؟ الروح القدس الذي يدعو الإنسان التائب إلى التوبة يمنحه تعذياته أثناء قيادته للقيام بالعمل الروحي. تفرجوا بقى الروح القدس بيعمل إيه. أول حاجة يعملها الروح القدس يعزي الإنسان وهو بيتوب. يعني ما تلاقي نفسك وانت بتتوب في ارتياح داخلي، ده عمل الروح القدس. وانت راجع لربنا وانت واخدها جد وانت بتعترف وانت بتصلي حاسس براحة، مع انك هتتحدى نفسك وانت عارف ان التحدي مش سهل وهتقاوم غلط، بس عندك ارتياح، عندك تعزية، ده عمل الروح القدس الذي يقود الانسان في رحلة التوبة. تاني حاجة يعملها يعرفه عدم التراجع للوراء. تلاقي وانت بتصلي جت في دماغك افكار محددة تعمل ايه عشان ما ترجعش للخطية دي وانت بتصلي، يبقى الروح القدس
يعزيك ويشجعك ويفرحك وانت بترجع لربنا، يا رب سامحني على اللي انا عملته. وانت بتصلي في نفس الصلوة تلاقي ربنا كشف لك، طيب انا هعمل كذا عشان ما اغلطش الغلطة دي تاني. يبقى يعرفه عدم التراجع للوراء وعدم التعلق بشيء من امور العالم. يعني ايه؟ في خطايا بتبقى محبوبة، واحد غاوي حاجة غلط بحبها، طب يعمل ايه الروح القدس؟ يجي وقت الروح القدس يكرهك فيها، يقفل قلبك منها زي المعجزة. صدقوني التوبة دي فيها معجزات. يبقى واحد بيحب الخطية يعني بيحبها فعلا، وبعدين تتسد نفسه، يكره الشخص الغلط اللي في حياته، يكره الخمرة، يكره النميمة، يكره الحاجة اللي كان بيحبها، مش بس يتراجع عنها، لا تتقلب كراهية. ده عمل الروح القدس. حاجة كمان يعملها الروح القدس، ويفتح عيني نفسه حتى ترى النفس جمال النقاوة. يعمل ايه كمان؟ يشوقك للنقاوة، يشوقك للحياة الأجمل الأفضل. يقول لك عارف بقى لو عينك بسيطة ما بتشوفش غلط خالص، يا سلام هتدوق حاجة ما دقتهاش عمرك. عارف لما يكون قلبك نقي كده زي الأطفال هتحس براحة وسعادة عمرك ما حسيتها. تصور لو دقت الصلاة الدائمة وبقيت طول الوقت بتكلم ربنا هتبقى كأنك في السماء. يقعد يغريك بالفضائل اللي هي بعد التوبة بقى، بحياة النقاوة اللي هي نتيجة التوبة دي، يزقك لقدام بقى، مش بيسيبك بقى ورا بس، لا كمان بيشجعك تتقدم. حتى ترى النفس جمال النقاوة التي تصل إليها بأعمال التوبة. كل ده اسمه عمل الروح القدس. شكر الروح القدس هو اللي بيتوبنا، يعني يشجعك تتوب، يفرحك وانت بتتوب، ينور عقلك تعمل ايه عشان ما ترجعش، يفتح لك سكة الفضائل والحياة النقية بعد الخطية، يخلصك من التعلق بالخطايا وامور الدنيا. كل ده يعمله فيك انت ما تقدرش تعمله لوحدك، ما يقدرش واحد فينا يتوب لوحده ابدا. الكلمة اللي جاية جميلة برضو بتاعت انبا باسيليوس، جيد الا تخطئ فان اخطأت فجيد الا تؤخر التوب، وإن تبت فجيد ألا تعاود الخطية، وإن لم تعاودها فجيد أن تعرف أن ذلك بمعونة الله، وإذا عرفت ذلك فجيد أن تشكره على نعمته وتلازم سؤاله في إراحة معونته. يعني إيه؟ اشرحها له. حلو ما تغلطش، إنما استنى بس، لو غلط حلو كمان إنك ما تأخرش التوبة. تاني، حلو ما تغلطش، لكن لو غلطت حلو انك تقوم بسرعه ما تطولش. احنا مشكلتنا المسافه بين سقطت واقوم بيبقى في وقت، انما فعلا لو بعد كل سقطه قيام سريع خلاص ما حصلش حاجه ولا تفرق، انما احنا بنطول بعد السقطه، يعني نركن على كده شويه. فجيد الا تؤخر التوبه، لو تبت بسرعه جيد الا تعاود الخطيه، تبقى شاطر لو ما رجعتش. طب لو رجعت جيد انك تتوب تاني بسرعه. فاهمين الفكره؟ يعني افتكر حلو ما تغلطش، لكن لو غلطت حلو بنفس الدرجه انك تتوب بسرعه، ولو تبت بسرعه حلو بنفس الدرجه انك ما ترجعش للخطيه، ولو ما رجعتش حلو بنفس الدرجه انك تفتكر ان دي نعمه انك ما رجعتش تاني للخطيه. لما تبطل خطيه معينه افتكر ان دي معونة الهية، انك لو ما افتكرتش كده هتقع، لو ما افتكرتش هترجع تخيب وتقع تاني. لما تفتكر انها معونة الهية جيد انك تشكر، اشكرك يا رب انك سندتني ما وقعتش تاني، لان كان ممكن اقع تاني. ولما تشكر افضل اطلب يديم النعمة دي عليك، يلازم سؤاله في إراحة معونته. يعني إيه؟ يزن يفضل يسأل طول العمر، يا رب محتاج معونتك تريحني من الغلط ده، تبعد عني الشر ده. فهمتوا التسلسل ماشي إزاي؟ حلو ما تغلطش، لو غلطت توب بسرعة، لو تبت بسرعة حلو ما تقعش تاني، لو ما وقعتش تاني افتكر إنها نعمة، لو افتكرت أشكر كتير، لما تشكر كتير صلي كمان إنك ما ترجعش للي أنت وقعت فيه قبل كده. الذي يصالح نفسه خير من الذي يصالح الفضلاء، والذي يدبر نفسه خير من الذي يدبر غيره. كلمة دي جميلة قوي يا جماعة. ليه؟ احنا كلنا خدام بندبر غيرنا للأسف،
بس قليل ما نركز في تدبير نفسنا، يعني نعرف ننصح ونعرف نوعظ ونعرف نحله، ولو تحط قدامنا شخص بعيد نعرف نقول له يعمل ايه. لكن احيانا ما بننشغلش بتدبير نفسنا، مش بنحكي مع نفسنا بنفس الدرجة، مش بندبر روحنا بنفس الاهتمام. فالذي يدبر نفسه خير من الذي يدبر غيره، يعني اللي مشغول بتوبته أحسن من اللي مشغول بتوبت الناس. شوفوا قد إيه اللي مشغول بتوبته هو أحسن من اللي ينشغل بتوبة الناس، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ حتى لو في الخدمة ربحت العالم كله للمسيح، طب وما توبتش؟ ما دبرتش نفسك؟ ما أنت ممكن تضيع. والذي يصالح نفسه، يعني إيه مصالح نفسه؟ يعني تايب، يعني نظيف، يعني مش سايب غلطة تفصله عن ربنا. أحسن من اللي يصالح الفضلاء، بدل ما تصالح بهوات الكبار وتعرفهم، صالح نفسك الأول، دي أحسن وأهم. صالح نفسك الأول، دي أحسن وأهم.